السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة اخبار الزمالك، النهاردة الاثنين 1 مايو، واول خبر معانا الزمالك يفوز على الاهلي في نهائي كاس مصر للكرة الطائرة 3-2 ويتوج بالكاس للمرة الثالثة على التوالي. ألف مليون مبروك لجماهير نادي الزمالك العظيمة. امبارح حقق فريق الكرة الطائرة نصرا رياضيا زملكاويا جديدا بقيادة المدير الفني القدير الكف الكابتن أحمد عاشور. فزنا امبارح بالمباراة الثالثة والأخيرة والحاسمة، لأن المباريات دي بتتلعب بنظام بيست أوف 3، يعني 3 مباريات والأفضل يكسب. فالزمالك فاز في مباراتين، الاهلي فاز في مباراه، عشان كده الزمالك توج بنهائي كاس مصر، ودي البطوله اللي حققها فريق الزمالك فريق الابطال للسنه الثالثه على التوالي. الزمالك بطل كاس مصر للكره الطائره، ومش بس كده، ده احنا ابطال الدوري اخر موسمين كمان، برغم فارق الامكانيات الرهيب، لان النادي الاهلي معاه فلوس زي الرز، ملاش اول من اخر، بيدعم، عنده فريق الطايرة للرجال 2 لعيبة محترفين، 1 كوبي و1 ايطالي، لكن ابطالنا قدروا يعوضوا الفارق وكسبوا ماتشين من 3، يعني كسبنا 2-1. وعلشان كده نقدر نقول صباح الخير صباح النصر، احنا ملوك الطايرة في مصر. 5 ماتشات على اعلى مستوى، كانت نتيجة الاشواط: الشوط الاول 25-15 لصالح الاهلي، الشوط الثاني 25-19 لصالح الزمالك، الشوط الثالث 29-27 لصالح الزمالك، الشوط الرابع 25-21 لصالح الاهلي، الشوط الخامس 15-11 لصالح الزمالك. الزمالك كان فاز في المباراة الاولى 3-2 وقصادنا هنا تائج الاشواط، وفي المباراة التانية الاهلي فاز 3-2 برضو، يعني شوفوا قمة التكافؤ وقمة الندية، ونهائي يليق صراحة بقطبين الكرة الطائرة المصرية، الزمالك والاهلي. نتائج ال3 ماتشات بالاشواط موجودين على المدونة عندي، وهحط رابط الموضوع اسفل الفيديو في صندوق الوصف، عشان اللي عايز يتفرج بقى على الحاجات التانية والفيديوهات وكده يقدر يتفرج براحته. ما بنقدرش نحطها على اليوتيوب عشان حقوق الطبع والنشر. وقصدنا النقطة المثيرة للجدل، كالعادة الاهلي بيعترض على كل لعبة مع مدربهم ميدو مصلحي، والحكام للأسف مع ان الحكم الرئيسي اماراتي بيرضخوا ليهم. وكان في الزمالك قدر في الشوط الخامس الفاصل من مباراة امبارح انه يوصل للنقطة 14-10، والحكم الرئيسي احتسبها للزمالك خلاص وخلصت، خلاص فاضل نقطة واحدة ونكسب الماتش، لان الشوط الخامس من 15 نقطة، بقية الاشواط من 25 نقطة، خلاص فاضل لنا نقطة. لعيب الاهلي يعترضوا، المدير الفني بتاعهم ميدو مصلحي يعترض، فما كان من الحكم انه خد برأي الحكم المصري وليد الخشن، عشان الحكم الرئيسي حامد الروسي الاماراتي يغير رأيه بقدرة قادر وسحر ساحر، علشان النتيجة بدل ما تبقى 14-10 وفاضل نقطة واحدة ونكسب البطولة، فجأة تبقى النتيجة 13-11. سبحان الله. لكن عدالة السماء نزلت سريعا على صالة الشرطة بالعباسية، ويكسب الزمالك الشوط الفاصل 15-10 عشان نكسب البطولة، وهي دي العدالة ودي إرادة ربنا سبحانه وتعالى. بكده احنا كسبنا المباراة دي 3-2 و2-1 في ال3 مباريات اللي فاتوا، عشان كده الزمالك توج بكاس مصر العام الثالث على التوالي، وقدرنا نجمع بين الدوري والكاس اخر موسمين، والكاس تحديدا اخر 3 مواسم الزمالك هو البطل، هو حامل اللقب. وشكرا جدا للاعيب الزمالك الابطال ولمديرهم الفني الكف القدير الكابتن احمد عاشور. مش هنسى في المباراة التانية اللي اتغلبنا فيها قال لهم يا رجالة احتفوا بصوت عالي، ما يهمكوش، هتعوضوا الماتش الجاي. بس فيهم روح معنوية، الارادة القوية، ارادة النصر.
لازم نهني طبعا جماهير الزمالك العظيمة، ألف مليون مبروك. وكمان لازم نهني المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ونهني مجلس إدارة نادي الزمالك. وكمان لازم ندي الراجل حقه، الأستاذ أحمد مرتضى منصور المشرف على ألعاب الصالات. احنا كده خدنا دوري وكاس الكبار، وكمان خدنا دوري وكاس الشباب للكرة الطائرة. والله بنلعب في ظل أصعب الظروف، حجز على أرصدة النادي، عزل رئيس النادي، عدم استقرار النادي على طول، كل شوية يخترعوا لنا حاجة كده يعطلونا بيها. بنلعب ضد منظومة كاملة متكاملة ضدنا، بنلعب ضد الفرق والحكام، بنلعب ضد الإعلام الأحمر. هقول إيه وعيد إيه؟ المهم الأبطال إن شاء الله هيبقوا متواجدين في برنامج زملكاوي النهاردة الساعة 11 مساء، ده ميعاد البرنامج، في ضيافة الكابتن خالد الغندور، وألف مليون مبروك للأبطال. قصادنا مراسم تتويج الأبطال بالميداليات الذهبية وبكأس البطولة، اللي عايز يتفرج قلنا الرابط أسفل الفيديو في صندوق الوصف. وقصادنا الجميلة مريم مصطفى نجمة فريق طائرة بالزمالك، الطائرة سيدات طبعا، وهي بالمناسبة بنت الكابتن التاريخي للكرة الطائرة بالنادي الأهلي الكابتن هناء حمزة. بترفع كاس البطولة عاليا خفاقا فرحانة طبعا، وبتقول هس محدش يتكلم. وقصادنا صورة جميلة جدا بتجمع الصورة بين كابتن هناء حمزة نائبة رئيس اتحاد الكرة الطائرة وكابتن الأهلي التاريخي ووالدة النجمة مريم مصطفى لاعبة الزمالك، ومعها كمان الأستاذ أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على ألعاب الصالات بنادي الزمالك. الاتنين فرحانين، ألف مليون مبروك، الفرحة حلوة. طبعا بنتها بتلعب دلوقتي في نادي الزمالك، مع إنها كابتن هناء حمزة دي الكابتن التاريخي لطائرة الأهلي سيدات، لكن هي حاليا بنتها بتلعب في فريق الزمالك، واكيد فرحانة ومبسوطة. وكمان منصبها كنائب لرئيس اتحاد الكرة الطائرة برضو، اكيد لو الاهلي كسب كانت هتبقى مبسوطة برضو. الخبر اللي معانا بعد كده، مجلس ادارة الزمالك اتخذ القرار المناسب لموضوع كاس السوبر. امبارح في اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور طلع من الاجتماع وقال خلاص احنا اخدنا القرار، والقرار هو راحوا قاطعين علشان يتذاع على قناة الزمالك مساء اليوم، وفي الصفحة الرئيسية للمستشار مرتضى منصور على الفيس وفي اليوتيوب، بس هيبقى طبعا مساء اليوم او في ساعة متأخرة، ممكن من صباح الغد كمان، لكن بيشوقونا ساسبنس لا مثيل له مع نادي الزمالك. قمة الإثارة مع الزمالك، مش هتقدر تغمض عينيك. ايه هو القرار؟ ما تقلش. لكن عايز اقول لكم على حاجة، جماهير نادي الزمالك العظيمة بتطالب بالانسحاب، ده شايفهم كلهم بيطالبوا بالانسحاب، 99% بيطالبوا بالانسحاب، لكن انا ليالي رأي. رئيس الزمالك واعضاء مجلس ادارة الزمالك، يا جماعة دول في المطبخ شايفين الصورة كاملة، يا ترى في عقود رعاية هم ماضيينها هتجيلنا غرامات؟ يا ترى هنتعرض لعقوبات علشان هم بيدوسوا على رقبتنا دايما لكن ما بيقدروش على النادي الاهلي؟ يا ترى في اجبار من المسؤولين في الدولة ان احنا نلعب ماتش السوبر؟ ما نقدرش نقول لا، لما الدولة بتقرر حاجة طبعا ما بنقدرش نقول لا. هما بقى قادرة، هما اللي في المطبخ، هما اللي في موقع المسؤولية، ربنا يوفقهم للقرار المناسب. وانا اقول لكم من دلوقتي القرار المناسب، باذن الله تعالى الزمالك هيلعب ماتش السوبر، وباذن الله تعالى ان شاء الله يا رب الزمالك يعود بكاس السوبر رغم كل شيء، وان شاء الله نكسب الاهلي وحكامه، بل نكسب منظومة رياضية كاملة متكاملة بتلعب ضدنا. الخبر اللي معانا بعد كده، جميع نتائج مباريات العودة في الكونفدرالية الإفريقية في دور الثمانية. للأسف
مرمو جالانتس الجنوب افريقي فاز على بيراميدز 1-0 في جنوب افريقيا نتيجة مباراة الذهاب 1-1. خرج بيراميدز من البطولة. الجيش الملكي فاز في المغرب على اتحاد العاصمة الجزائري 3-2. نتيجة مباراة الذهاب كانت 2-0 لصالح اتحاد العاصمة الجزائري. اسيك موموسا اللي هو الايفواري لعب في كوت ديفوار وفاز على اتحاد المنستيري التونسي 2-0 نتيجة مباراة الذهاب 0-0. يانج افريكانز التنزاني تنزانيا اتعادل مع ريفرز يونايتد نيجيري بدون اهداف نتيجة مباراة الذهاب كانت فوز يانج افريكانز 2-0 فاز في نيجيريا. وبكده بقت مباريات الدور قبل النهائي. اسك ميموزا اللي هو الايفواري هيلعب مع اتحاد العاصمة الجزائري لقاء الذهاب بكوت ديفوار يوم الاربعاء 10/5. مباراة العودة بالجزائر يوم الاربعاء 17/5. المباراة التانية مباراة يانج افريكانز التنزاني ومارمو جالانتس الجنوب افريقي لقاء الذهاب بتنزانيا يوم الاربعاء 10/5 ومباراة العودة بجنوب افريقيا يوم الاربعاء 17/5. الخبر اللي معانا بعد كده نتيجة قرعة كاس مصر دول 32. خلاص عرفنا كاس مصر الجديد نتيجة القرعة. المباراة قصادنا ايه في دور ال 32 والمباراة هتتلعب على ملاعب فرق الدوري الممتاز الداخلية واسوان وحرس الحدود وغزل محلة والزمالك وبروكسي وفاركو والمصرية للاتصالات وسيراميكا كليوباترا وديكيرنس المقاولين العرب وحمام مطروح طلائع الجيش والشرقية للزقازيق والبنك الاهلي وشباب قنا والاتحاد السكندري والسكة الحديد وبيراميدز ورايا الرياضي والاهلي ومنتخب السويس والمصري البورسعيدي مع بترول اسيوط والاسماعيلي مع النجوم وسموحة مع الو ايجيبت وامبي مع لافينا وفيوتشر مع طلائع الاسطول. الخبر اللي معانا بعد كده نتائج دور الثمانية كاس الرابطة المصرية. المصري فاز على الاسماعيلي 2-0. الاتحاد السكندري فاز على انبي 3-2. سيراميكا كليوباترا فازوا على البنك الاهلي 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل 2-2. بيتلعب ركلات الترجيح على طول بعد انتهاء الوقت الاصلي مفيش وقت اضافي. وفيوتشر كسب حرس الحدود 1-0. علشان كده مباريات نصف النهائي لكاس الرابطه سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي ضد فيوتشر. اخر خبر معانا وصول مساعد اسوريو للمشاركه في تدريبات فريق الزمالك. الكولومبي فريدي هرناندو وصل خلاص اللي هو مساعد اسوريو الجديد وصل للقاهره صباح اول امس وفعلا شارك في تدريبات الفريق يوم الاحد والنهارده الاثنين. ربنا يوفقه ان شاء الله بالتوفيق لفريق الزمالك. وبكده انتهت اخبارنا النهارده لكن طبعا ما انتهاش حبنا لجماهير نادي الزمالك العظيم والنادي الزمالك العظيم. في النهايه شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله.